catch 'em all. يا شباب، النهاردة علي بلوك رجع لكم بفيديو جديد. طبعا يا شباب، زي ما انتم شايفين في الفيديو ده الفيو وراي مختلف اهو. طبعا لابس الماسك اللي دايما بلبسه في روبلوكس اللي ب 100 روبوكس اهو، ما عندي في الحقيقة. طبعا يا شباب، النهاردة هنعمل معاكم سحر خفة يد. طبعا السحر ده خفة يد، هنبدأ بأول حاجة. احنا عندنا حاجتين اهي طبعا السحر ده هيعجبكم جدا. طبعا يا شباب يلا بينا نجهز السحر. ادينا يا جماعة اهو جهزنا السحر. دي طبعا زي زهرة كبيرة. خمنوا دلوقتي انا هعمل ايه. خمنوا اللي عرف، اللي خمن صح يكتب لي تحت في الكومنتس. يلا 3 2 1. الكبيرة تحولت لصغيرة اها، زي ما انتم شايفين بقت صغيرة اهي، بقت صغيرة معانا. خمنوا ايه انا عملت ايه بالظبط عشان يحصل كده. خمنتوا صح؟ اللي خمن صح يكتب لي تحت في الكومنتس. طبعا دي بنحط فيها الصغيرين كده زي ما انتم شايفين، وبنحطها كده اها، وبعدين نيجي نرجها فينزل الصغيرين. ازاي؟ عشان دي من فوق فيها ماجنت، ومن هنا برضو فيها ماجنت. اللي خمن كده صح يكتب لي تحت في الكومنتس ان نخمن صح. طبعا ده كان اول سحر، احنا معانا 2. يلا بينا نخش التاني. باي باي اهو. يلا ادي يا جماعة السحر التاني. تقدروا تخمنوا هعمل بيه ايه؟ خمنوا 3 2 1. اللي خمن قبل العد يكتب لي تحت في الكومنتس. يلا طبعا انا جايب معايا كوين في المثال اهو. طبعا اهي هيبقى فيه هنا سبيس، هنحط الكوين هنا اهي زي ما انتم شايفينها اهي. هنقفل عليها ونفتح، مفيش كوين. خمنوا كده راحت فين وانا عملت ايه. هنقفل تاني نفتح هنلاقي الكوين اهي 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 اهو اهي عشان تتأكدوا اهي. هنقفل عليها نعمل كده مفيش حاجة اهو. يلا نقفل تاني ونفتح تادادادان اهو. وهدي هو ده كان السحر، ده كان خفة يد طبعا اهو. وهو ده كان يا جماعة الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان كان عجبكم. انا عملت معاكم تجربة مختلفة بفيو مختلف زي ما انتم شايفين. وهو ده كان الفيديو بتاع النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لكم الفيديوهات اول باول. والسلام عليكم.